اذا من بعد ما دخلنا الموقع الرسمي ديال الايميغريشن كنديرو اي وود لايك تو كام تو ايرلندا. من بعد كنديرو فيزيت او لا زياره، كنقلي ابلي فور فيزا تايب سي او قصيره المدى. وكنديرو ابلي فور ايريش فيزا اونلاين فاي افاست، يعني السيت ديالو سميتو افاست. فاش كنطلع السيت ديال افاست كيعطينا هاد اللعبه ديال كونتيني. اول حاجه كنكليك عليها هي كونتيني باش نكملو لقدام. فاش كنعطينا كونتيني كنعطيو الموافقه على هاد اللعبه ديال تحت، وكنديرو افاست اونلاين ابليكيشن. اول حاجه كيقول لك شنو هي الجنسيه ديالك، كنختارو المغرب. ثاني حاجه كيختار كيقول لك دي سبب الزياره، هنا عندك بزاف ديال الاختيارات. حنا كنختاروا السياحه لاننا حنا دابا حاليا كنابليو على فيزا ديال السياحه، هما اصلا مكوشين لك على فيزا تايب سي او قصيره المدى. فاش كتختار السياحه كيقول لك ودي بالنسبه للدخله شحال من دخله بغيتي، فانا غادي نختار سينجل انتر كاول مره، غادي نختار دخله واحده. هنا كيقول لك ودي بروبوز اوف ترافل، كتحاولوا توصفوا لهم بواحد الوصف قصير انت وجهدك. في التحت منه كيعطيك نوع جواز السفر اللي حنا غالبا المغاربه اللي كيبغيو يطلبوا في فيزا السياحه كيكون عندهم باسبور اللي هو عادي او باسبور وطني. كنديروا النمره ديالو لتحت، النمره ديال الباسبور. هنا تحت منو كيقول لك ديما بديت تدخل ايرلندا، فانا في الاول خطات، درت فيه رقم ديال التاريخ ديال الصلاحيه ديال جواز السفر. المهم في الخطوه الثانيه فاش عطوني الايرور على اساس انني دخلت النمره ديال الباسبور بلاصه التاريخ ديال الدخول ايرلندا، فصحت من بعد ما قيتش ما رديتش البال في الاول. درت لهم المده اللي يعني غالبا غادي نكون داخل فيها لايرلندا، من بعد درت لهم 2025 العام الجاي باش نعطي انا الوقت الراسي نبريباري السفر ديالي على راحتي. فاش كنكملوا هاد المرحله هادي كنديروا سيفين كونتينيو، يعني باش نتحولوا للمرحله اللي من بعدها. هاد المرحلة هادي كيعطيوك على السمية ديالك والكنية، فكتدخل المعلومات ديالك الاسم ديالك والنسب. في الخانة التالتة كيكون عندك عندك شي اسم اخر مستعار كتزيدو تما، كتزيد تاريخ الازدياد، كتحدد الجنس ديالك واش ذكر ولا انثى، كدير الدولة ديال الازدياد ديالك، الدولة فين مقيم حاليا، ومن بعد منها كدير مباشرة الادريس اللي انت مقيم فيه. وكدير الرقم ديال التليفون، وكدير الايميل ديالك، وكدير ايفنت كونتيني، وكتكمل للمرحله التاليه. هنا غادي يسولوك يقول لك ودي شحال المده ديال الاقامه في البلد ديالك. طبعا الحال انا مدوز في العمر ديالي كله، يعني غادي ندير لهم العمر ديالي كامل، انا مدوز في المغرب 27 سنه 28 سنه، حتى الشهور غنزيد لهم واحد جوج شهور. هنا كيقول لك ودي واش غادي، السؤال الثالث كيسولك واش غادي ترجع، يعني كتوعد انك ترجع للمغرب. وهنا كيقول لك واش عمرك ابليتي على الفيزا، كدير لا في حاله ابليتي، يعني في هذه الخانات هادو. في الخانه الثالثه واش كيقول لك واش عمرك ترفضتي في شي فيزا ديال ايرلندا، كدير نو. في حاله انت مرفوض راه كتعمر لهم الخانه. هنا كودي كيقول لك ودي واش عمرك اش عندك شي فاميلا ديالك في ايرلندا، كدير اي ولا لا على حسب سميتو ديالك. كيقول لك ودي واش عمرك طرفتي في شي فيزا ديال شي دوله اخرى، كدير اي ولا لا على حسب واش نتا طرفتي، حيت انا ديجا مرفوض في فيزا اخرى فغندير يس. كيقول لك ودي واش عمرك دخلتي لايرلندا من غير شي طريقه قانونيه، كدير لا. واش عندك شي سجل جنائي في اخر الخانه، كدير حتى هي لا. الا عندك سجل جنائي فكدير هي على حساب نتا الحاله ديالك.
وكنتحولوا للمرحله اللي من بعد منها باش نكملوا. هنا كيقول لك دير الرقم ديال الباسبور، كيقول لك ودي البلاصه فين 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 خديتيه. بحال انا خدمته في العمل ديال اكادير ديال تنان، فغندير بروفينس اوف اكادير. كدير التاريخ ديال الاصدار والتاريخ ديال انتهاء الصلاحيه، وكدير واش عندك ديجا شي باسبور اخر ولا هذا اول باسبور. فانا بحكم ديجا عندي باسبور اخر، فغادي ندير الباسبور الثاني، غندخل المعلومات ديالو باش حتى هو باش ما نكذبوش عليهم شي حاجه. دابا كيعرفوا كل شيء، دونك حنا ما نجيوش نكذبوا. كيقول لك واش عندك باسبور ثاني ولا باسبور ثالث، ف غادي ندير انا باسبور ثاني، ندير الرقم ديالو، تاريخ الاصدار والتاريخ الانتهاء الصلاحيه ديال جواز السفر ديالي القديم. من بعد فاش كنكملوا هذه المرحله هذه، كنديروا سيف اند كونتيني باش نتحولوا للمرحله الثانيه اللي غادي تولي اسهل. اذا واش انت حاليا خدام ولا ما خدامش؟ اذا كنتي خدام راه غادي يعطيوك شنو شنو النوع ديال الخدمه ديالك. فانا اونتو انتربرونور، غادي اونتو انتربرونور، وغادي دير شحال المده ديال السنين فانت اونتو انتربرونور ولا انت خدام في اي شركه. فانا غادي نخدم شي 5 سنين تقريبا، فانا غادي ندير لهم 5 سنين وشهر بوزيشن. فانا ماناجر، فغادي ندير ماناجر، غادي ندير العنوان ديالها سميتو ديال سميتو ديالي ديال الخدمه ديالي، وغادي ندير العنوان نمره التليفون والايميل، وغادي ندير شنو هو البوست ديالي ك اونتربرونور. فانا ماناجر، يعني انا ماناجر على راسي. فاش كنكمل هاد المرحله كنقول واش انت باقي حاليا كتقرا؟ الا كنت كتقرا دير هي، كما كنتيش كتقرا غدير نو لواحد وسميتو ديالك. كيقول لك اودي واش انت غادي مع شي شخص اخر غدير نو ولا ايه، على اساس انت السيتويشن ديالك ولا الحاله ديالك حاليا. كيقول لك اودي هنا غادي نديرو العنوان و ديال الاقامه ديالنا في ايرلندا، وغادي نديرو سيفين كونتيني، وغادي نديرو سبوز ديتلز واش انت الحاله ديالك، يعني واش انت متزوج ولا ارمل. فانا سينجل، الرقم ديال الاولاد راه غادي دير صفر حيت انا ما عندي لا اولاد لا ولاد. غادي ندير سيفين كونتيني باش نتحولوا للمرحله اللي من بعد منها. هنا يا ودي واش عندك شي مساعده فاش عمرتي هذه في اجونس مثلا؟ فانا غادي ندير نو، على انا عمرتها راسي بلا شي اسيستونس ديال شي واحد اخر. كنت خدام مع شي اجونس غديريه. هنا كتاكسبتي لي كونديشنز ولا الشروط ديالهم باي كليكين باي تراكين ذا بوكس. كتشوف الاستماره ديالك، كتراجعها كتشوف واش نيت هي هذيك كيكون فيها شي خطا، وكتوصل للمرحله ديال السابميت، انك كتصافي كتصيفطها كترسلها مباشره للداخليه ولا الخارجيه ولا الايميغريشن ديال ايرلندا مباشره. فاش كدير هاد السابميت هذه فاش كتسمى الدوسي ديالك مشى